شكرا فيصل. رفعت الراية البيضاء الآن لاستعداد الانطلاق في أول الأشواط في الحفل 29. فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات الخيل التي لم تربح في شوطنا الأول من علامة الألفي متر. وكما تشاهدون الآن مهلهلة في المركز الأول في هذه اللحظات مع محاولات الآن من الداخل الآن لرقم 9 الوردة المخملية من الخارج الآن للعنبلة في تقدم في هذا الشوط في بداية انطلاقة هذا الشوط. محاولات المهللة للحفاظ على المركز الأول، محاولات الآن للعنبة من الخارج في المركز الأول في هذه اللحظات، المحاولات الوردة المخملية المرشحة الأقوى للفوز في هذا الشوط في هذه اللحظات. التنافس المثير بين الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات الخيل التي لم تربح في أول الأشواط في الحفل 29. الانطلاقة كانت من 2000 متر. المنافسة الشرسة في هذه اللحظات تشاهد أيضا وجاها في تقدم الآن للمركز الثالث في هذه اللحظات ومهللة في المركز الأول لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز قيادة للإسطبل الأحمر في بداية هذا الشوط عن طريق مهللة بن الشلال في هذا الشوط. والتقدم والاستمرار في التقدم، المحاولات الآن من الداخل للوردة المخملية لعلي بن مطارد بن علي المطارد في المركز الثاني في هذه اللحظة. التقدم المركز الأول من الداخل المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط، المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات. والتقدم والتنافس بين الثنائي الوردة المخملية وكذلك مهللة في هذه اللحظات مع محاولات من الخارج المتحدية في هذه اللحظة. التقدم المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، التقدم لمهللة الإسطبل الأحمر يقود الأفراس في هذا الشوط. مهللة ابن الشلال في التقدم بقيادة جاير رندون في مقدمة الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات الخيل التي لم تربح في تقدم ومستوى متميز لمهلل ابن الشلال في هذه اللحظات. المحاولات للوردة المخملية ومهلل ما شاء الله تبارك الله للمركز الأول بكل قوة بكل اقتدار محققة الفوز وخارجة من هذه الفئة، فئة الخيل التي لم تربح.